then we start preparing towards this goal. نعم قمنا بالاستعداد كما يجب لدورة الشان منذ فترة طويلة. غادرنا غانا نحو مصر القاهرة للانطلاق في التحضير الأخير كما يجب لمدة أسبوع. نحن الآن في الجزائر في قسنطينة على أتم الاستعداد للمباراة الأولى وللدورة. So we are well prepared for this tournament. They have to the world to see them. So yes. نعم الشان فرصة كبيرة لنا كلاعبين للانتقال إلى أندية كبيرة. لذا نعم نحن محظوظون بالتواجد هنا وأن نكون جزء من الدورة. Fortunate to be part of this tournament.